تسعى الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على فصائل الحشد الشعبي في العراق، فقبل أيام أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على حركة النجباء التي تضم نحو 10,000 مقاتل، وعلى زعيمها أكرم الكعبي. الغاية من ذلك بحسب محللين أن لا يكون هناك حجر عثرة أمام مشروعها في العراق. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية منذ أمد ليس بالقصير بالضغط على فصائل الحشد الشعبي، ولا سيما التي تأتي بمظلة المقاومة، حتى تنهي عملية وجود طرف يمكن أن يكون حلقة عثرة أمام مشروع الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفي المنطقة. هي تحاول تخفيف وإبعاد أي تأثير لإيران على بعض الفصائل أو الطبقة السياسية الموجودة بالعراق، وبالتالي هي تلوح الآن بهذه العقوبات التي سبق وأن أطلقتها قبل أكثر من عام على ثلاث فصائل أخرى، منها أيضا كانت النجباء. تدخلت الحكومة آنذاك والسيد العبادي بمحاولة ترطيب الأجواء ونقل الحالة الإيجابية ورفع الحجر عنهم، واليوم تعيد الولايات المتحدة الأمريكية الأمر نفسه في سياق آخر، حتى تقول ما زلت أستطيع أن أضغط على كل أدوات التي يمكن أن تسمى بمسمى إيراني. آخرون اعتبروا إدراج حركة النجباء على قائمة الإرهاب وسيلة أمريكية لتفكيك الحشد وإضعافه. يوم بعد يوم يتصاعد الحرج الأمريكي باتجاه العقوبات على ما يسمى بأذرع إيران داخل الحشد الشعبي. النجباء تعتبر من أهم مكونات الحشد الشعبي، وأيضا قوة كبيرة ليست أقل من 6,800 مقاتل، وبالتالي هذا حرج إضافي يضاف على مسؤوليات الأستاذ عادل عبد المهدي. الرئيس الإيراني حسن روحاني وخلال زيارته للعراق التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق ومستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، وقال أن الحشد الشعبي العراقي له دور مهم للغاية في تعزيز التضامن الوطني في بلاده، مشيدا ببطولات وتضحيات الحشد في مسار مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في العراق. مرة أخرى يعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن بلاده غير ملزمة بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج حركة النجباء المنضوية في الحشد الشعبي على لائحة الإرهاب. وسبق أن لوحت الولايات المتحدة قبل أكثر من عام لثلاث فصائل تابعة للحشد بعقوبات، وكان من ضمنها أيضا النجباء، إلا أنها فشلت.